لازم امرمرها شوي. كيفك عاد انت بخص؟ يعني اليوم بالمكتب وشاف ناصر. وش قال؟ انا اللي قلت له. تذكر يا ابو عبد الرزاق يوم تعايرني في ناصر وتقول لي هذا صاير مثل بيض الصعو نسمع عنه ولا نشوفه؟ ويا ابو ناصر اخاف يهون. شأنا؟ عن خطبة البنيه. خليه يهون اول خسران. ويا عاد صار حاجة ربعها معدله في حقنا يا ابو ناصر. شنو؟ انت كلمتيها؟ ايه كلمتها ومستانسه وميته من الفرحه وحاسه ربحها بعد. إيه ليش استعجلت؟ بعد يا اهل يا ابو ناصر وتبي تفرح تدري فيها خاصه عقب ما تزوج واخواتها وتقول تبي تسوي حفله صغيره يعني. اي ابو ناصر ادفع. الله يخليك لهم ان شاء الله. المهم قعدي مع بنتك وانصحيها وقولي لها ترى الزواج مو طقطقه وناسه وبس، الزواج مسؤوليه. ان شاء الله بعد الشيء هذا ما يبي له حد شيء ابو ناصر. وانصحيها بعد مثل ما نصحتك امك قبل وقولي لها النصايح الزينه السنعه. ايه حسرتي. تنصحينها ولا اخلي شريفه تنصحها؟ ابو ناصر يا شيل الكلمه طلعت من حلجك تيني حجه. يا حليلك يا امي حجه.
ابوه ايش حقين بتشر؟ طنزين؟ لا ما طنس، بس انا صار لي ساعه قاعده بروحي بالبيت. ليش اهلك وينهم؟ اطلعوا مع جاسم بسيارته الجديده. ايش كان رحت وياهم؟ يا سلام، قاعد اقول لك قاعد انطرك بالبيت. ايش كان اتصلتي فيني؟ مو انت قلتي لا تتصلين؟ الحين تروحش البيت ما طلعت؟ ايه روحي بجطرتش خلينا نمشي نروح البيت يلا. صبر شوي. هاي سالم توك جاي؟ هلا عمتي شلونك؟ الله يسلمك. ها حسيت انطرك من زمان؟ شو اسوي؟ شغل بالشركه ولهيت شويه. لا الحسب الشركه، ايش دعوه؟ نسوي شغل يا عمتي. صدق مبروك على سياره جاسم الجديده. الله يبارك فيك. هاي مويته؟ اي يما. شلون تطلع؟ وناسه والله يا يما طافتك. يلا حصه خلينا نمشي يلا. وين رايحين؟ اروح البيت عمتي. تو الناس؟ عمتي توش تقولين ان الوقت متاخر؟ اي انا اقول الوقت متاخر على الشركه مو على زياره الاهل. ما عليه مره ثانيه ان شاء الله عمتي. يما انا بروح داري. زين يما. توعدني يا سالم مره ثانيه تتغدى عندنا ولا تعش عندنا؟ حاضر ان شاء الله عمتي، تامرين امر. يلا صبحنا على خير. مع السلامه. مع السلامه يا يما. دير بالك على حصه. حاضر. الله يعينك علي يا حصه. صارونا؟ نعم. شتو؟ ايش هالثقل؟ ايش هالعقل اللي نزل عليك مره واحده؟ العاده لما ناديتك قلتي لي ها؟ لا عاجبك لا كذي ولا كذي؟ لا بس مستغرب. عندي يا حي الله. سارو؟ صدق اللي سمعته؟ ايش سمعت؟ يقولون تزوجين. من قال لك؟ ابوي. يعني ابوي راضي؟ الظاهر كذي. زين وانت ايش رايك؟ صدقي سارو؟ اول مره حد ياخذ رايي في هالبيت. مو اخوي العود، لازم اشاورك. عموما راي ابوي هو الاهم. يعني من كلامك ابوي موافق. الف مبروك. المهم بفتك من حنتك وقلقتك بهالبيت. ابوي هلا 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 أحب أقول لك أن ولد حمد كبير، يعني أكبر من أختك مريم. يبا عادي، كأنت أكبر من أمي بوايد. يعني موافقة اللي تشوفه؟ لا كل النظر. إي صح كلك نظر. يلا العشاء زانت. أقول ماضي. نعم. ترى سارة وافقت على حمد. مو انا مساعة قالت لك يا ابو ناصر، بس انت الله يهداك مو راضي تصدقني. يا سارة يا بنتي انا ابوك، الزواج مسؤولية وحياة تختلف عن الحياة اللي عشتيها هنا عندنا في البيت. يا ابو ناصر لا تحاتي ولا تخاف، سويرة بنتي وانا اللي مربيتها، وان شاء الله بتصير احسن مني. ان شاء الله الله يسمع منك، بس النسب بين العوائل يا اما يقرب ولا بعد. يا عيني عينك، يقرب وعرفناها، يبعد بعد هاي شنو؟ يقرب إذا استقرت العلاقة بين الزوجين، يبعد إذا صار خلاف وزعل بين الأثنين. إيش دعوة يا أبو ناصر؟ إيش الفال هذا اللي على بنتي؟ ما يبقى الفال هذا شيء، لا لا، بس أنا أحب أنبه بنتي وأقول لها أنا ما أبي أخسر بعض الرزاق. تفاعلوا بالخير تجدوه. ان شاء الله نتفاق خير. ناصر وين؟ تعال يبا. يلا يبا نقول تعال شاي. يلا يلا تفضل. اقول سعود؟ نعم. تشوف سالم ولد عمك؟ ايه اشوفه كل يوم بالشركه. ليش؟ ماذي حصه. ماذيته ولا ماذيها؟ ليش مسولف لك؟
لا يا معودة مو قايل لي شيء، لا قلت له ولا قال لي، علشان ما بتدخل بحياته الخاصة ولا تدخل بحياتي الخاصة. لا إلا بهالسالفة، لأنك أنت اللي خاطب حصة له وأنت اللي ما تحلمه. ليش صاير شيء؟ ما ذيها وايد المسكينة. أختك تدلل. ليش؟ هو قايل لك شيء؟ أنت ما قلت لي إنه ما قال لك شيء؟ إيه لأني أعرف سالم ولد عمي ما يأذي أحد. قصدك أختي هي اللي تأذي الناس؟ أنا ما قصدت أختك، وقاعد أقول لك ما لك شغل فيهم، خليهم يحلون مشاكلهم بروحهم. يعني شلون؟ اختي تندل اسكت انا؟ لا ما اسمح لك. مريم عاد بس فكلنا ولي رحم والديك، ترى ما لي خلقك انت واختك، ما لي فاضل مشاكلكم، ترى اللي فيني كافيني عاد. يلا ايش في هذا عصب علي؟ ليكون موزي بس بدت توصي اخوها وزعمها علي انا واختي. احنا طفها بيطه. هين يا سعود، يصير خير أوريك أنت وأختك. لا 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 لا، إيه كلها كم يوم هداهم في المدرسة ويتغير كل شيء. إيه ما نخلي مكان ما نروح، كل مكان، بحر، سينمات، كل مكان، كل مكان، طبعا حرف كمها. سيد ناصر. لحظة لحظة. ها. هذه الفواتير لازم تتراجع تتوقع علشان يمدينا نحولها في صندوق. الو ايه اكلمك اكلمك بعدين. ايه بحاتي هذا شو شكلت انها مكفو حشينا. ايه مع السلامة. ايش قلت؟ اقول طال عمرك هذه الفواتير لازم تتراجع وتتوقع علشان يمدينا نحولها في صندوق يوقعونها. وانا شكو. ايه بس الاستاذ سالم الله يطول عمره ويخليه ايش تو بعد سلوم صار مستوى صار راس وكرياس بعد. نعم ونوع عمك رفسك انت وياه لو بقفت الله فيك انت وياه عمف عينكم. اسمعني قول حقي هذا سلوم قول ان عمي ناصر يقول انه ما له شغل بشيء وهذه اوامر ابوي ولا منت متاكد اسال خال سعود وهو ياكد لك هالشيء. فهمت؟ حاضر ان شاء الله. وروح قول له ان عمي ناصر يقول ان كلها كم يوم ويداوم في المدرسه يعني ما هو شايف رقعه وجهي خير شر بالشركه. مبروك ان شاء الله. حاضر. اسمعني وما بشوف رقعه وجهك انت وياه ليوم السبت. فهمت؟ انا شكو ان شاء الله راح اقول له. فهمت انت الحين؟ فهمت. انا ناصر وكملت. جزاك الله خير. الله بخير. شفت الموت الجديد؟ معكم منه الا ثلاث بالكويت. يا شين استرجع البقر. انت مو مصدق عمرك؟ ايش قصدك؟ اللي انت فهمته. شوف نويسر احترم نفسك احسن لك واحترمني انا اخوك العود. حبيبي انا محترم نفسي من قبل اشوف رقعة وجهك. انت الظاهر يبي لك لسعة من هالعقال اللي حمر جلدك عشان تعرف شلون ترد على الرجايل. عشتوا بعد صرت واستويت اشوف طلعت تشمخك القطن القمصة فتحت يا ولد شرفو. يلا عاد حبيبي اسمعني هيا وراح على ابويا ثاني كسر حموشك. ما لنا خلق مشاكل خصوصا هالايام. ايش هالحكي هذا يا سعود؟ احنا امس زينين ايش حالاتنا؟ سمع على عسل. انا ويا حصه زينين؟ لا. عيل مريم خبرها عتيج. يا عتيج وطي اكيد. يا سعود الحق يا سعود الحق. ناصر وقاسم قاعد يتواصلون. وين الفيرما؟ وين قاعد يتواصلون؟ داخل المكتب بالماليه. يلا 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 يلا. بالمالية.
بسيطه. ايدي ايدي سالفه بسيطه. ايش بيني وبين اخوك؟ جهالته هذا. عمي ما كلت الخير، بس انا اقول خلينا نوديه المستشفى. ودي ودي المستشفى. وين اخوها؟ وين؟ داخل داخل بالمفتاح. يلا 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 شوي شوي. سويت بخوك؟ يبا ما في شيء، سلامتك ما في شيء. ليش سويت بخوك كذي؟ يبا ناصر وايد ناعم، والصبيان بالمدرسه كلها يعلموني فيه، كلها يقولون اخوك تلف اخوك تلف. اذا مو مصدقني اسال اخصائي، اسال الصبيان اللي بالمدرسه كلهم. اجل الحيل، هذا تربيه فيك؟ انا ستري الحياه، بس انا ريال ماني ياهل ماني تف مثله. تم تونسني ولا عشان توفر عليك السياره؟ انتين يا سافرة. لا يما انا بغيت اطلب منك طلب، بس يعني تدرين انا اول مره اطلب منك. بس بغيتي يا يما قولي. يما بغيت فلوس عشان اشتري هدوم، تدرين انا بجامعه ولازم كريم ابدل. وما طلبت شيء من عيني هذه قبل هذه. يا بعد عمري يا يما. وانا تنوق عندي يا بعد عمري. انزين يما انا بروح اكلم سهام عشان اقول لها تمرين العصر واروح اشتري معاها هدوم. انزين. تعالي تعالي يما ورايحة، أنا أقول انطري عليها اليومين زين لين ما يعطوني أجار العمارة وبعدها اشتري اللي تبيها. يما أنا بشتري هدوم حقها اليومين. هاي يما قصري نفسك باللي عندك وصدقيني أول ما يعطوني الأجار اشتري اللي تبيها. وعد؟ وعد. يا بعد عمري يا يما. اللي فيك مو شويه تحمل بسيطه بسيطه شوف شوف خالد خالد حاجبي موجود حتى شويه بس ما على ما على قم ريح ريح نفسك يا مامي مامي تحمل تحمل وانا خالد تحمل ما انت ما انت ما انت ما انت ما انت ايش فيك يمه؟ من اللي سوى فيك كذي؟ اي جسوم جسوم عسى الله لا يرحمه طقني طقني وتشرفوه وتشرفوه؟ حسبي الله عليه ونعم الوكيل. شو سوى فيك كذي؟ موضي قوه شلونك؟ سالم هلا هلا سالم. هلا سالم تفضل حياك حياك تعال تعال خذ ولدك تعال خذ ولدك شوفي فوق تعال يمه تعال يلا تعال يمه تعال يلا تعال وي وي بسم الله عليك يا يمه بسم الله عليك وشوف شرعي شوي شوي شوف هم ها تعال جسمي جسمي جسمك لا عورني بسم الله عليك بسم الله عليك شوي 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 نصوم ايش فيك؟ ولد شربوا الله لا يوفق وين ما راح بخري يا ام بخري تعال يمه تعال ما شاء الله موضي مثل ما هي ما تغيرت صدق انك فاضي فاضي ايش فيك؟ شنو ايش فيني؟ بطيت شد يا اخي احنا وين حالتنا حاله محتاسين وانت موضي ما تغيرت ما طالت شعرها شو السوالف بعدين معك؟ وانا صاج موضي مثل ما هي ما تغيرت بس يلا 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 عاد فكنا ايابا بيتهم عجيب الفلوس الفلوس انا ولد عمك الفلوس الصاله اللي احنا قاعدين فيها كبر بيتي كله مقيولة وأنا ولد عمك لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك لا متعاد ما صار خلك معاي وأنا ولد عمك خلك معاي عيست بالع موس بحلجي وساكت السلام عليكم عليكم السلام ها صار على نصر لا لا إن شاء الله بسيطة شوية رغوض وكسر بيده وعينه تعورت شوي حول الله زين هو وين فوق فوق الدار بعد ايش حي قاعدين؟ قعدتنا هذه ما لها اي سالفه، خلنا نمشي كشتوا فينا وراحوا.
يلا وانت صاد. يلا يلا خل نروح حق السبانه نشوف ايش عندهم. لا 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 حرام عليك السبانه. ليش؟ الحين عقب موضي تبينا اشوف حصه؟ فكنا ولا يرحم والديك على بال عندك سالفه، اي حصه اي بطيخ انت؟ بنروح نشوف جسوم هذا صار عليه القبر. بنروح بيت عمتي شريفه. ايه ايه لا دام كذي حصه مين موجوده الحين؟ قوم قوم يلا يلا يلا. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا ولدي، ما تشوف شاريه بعد عمري. موضي نعم. اخذ بنتي ساره وطلع برا شوي. ليش يا ابو ناصر؟ بقعد مع ناصر بروحنا. ناصر يمه محتاج شيء؟ تبي شيء؟ لا يما بس خليك وياي. موضي اخذ ساره وطلع برا. ايش صار يا ابو ناصر؟ ايش عندكم؟ مو صار شيء، بس بقعد وياك. ان شاء الله يا ابو ناصر تامر. ان شاء الله. يلا يمه. صدق كلام اللي يقوله عنك اخوك؟ يبا انت مصدقك مصدق جسوم؟ جسوم حاقد والمدرسه كلهم ينادون الحاقد. كلام الاخصائي؟ الاخصائي بروحه ما يواطنه لانه هو قليل ادب. ناصر يا ناصر انا اطالع الله ثم اطالعك انت. انا تعبت تعبت علشانك، ضحيت علشانك. لا تخيب الظن، لا تخيب ظني فيك يا ناصر. يبا انت مصدقك مصدقه؟ اسمع يا ناصر، باكر اذا قمت بالسلامه باخذك معاي بكل مكان اروح له. ابيك تصارع الرجال، تفهم؟ تصارعهم. ان شاء الله يبا باللي تامر فيه. حاضر. واذا دخلت اي مكان ابيك تهز هز. ان شاء الله يبا ان شاء الله. ابي الناس كلهم يقولون ابو ناصر يا ابو ولد ريال. تفهم شنو معنى ريال؟ ان شاء الله يبا، بس لازم جسوم يتعاقب على اللي سواه. جاسم امه حسابه ما يصير. ولدي جاسم ما يغلط على احد، بس انت الحين قاعد تدافع عن ولد اختك يا سعود. عمتي خلي سعود عنك، انا شفت كل شيء بعيوني. ايه يعني الحين انت بتطلع احسن منهم؟ انت بعد ولد عمهم. عمتي اللي سواه جاسم ولدك اليوم خرب علينا السالفه كلها، لازم تكلمينه وروح لابوه وتسامح منه. عمتي ترى جاسم كاسر ايد ناصر وباط راسه ورضوض وشي ما يسرمونيه. الحمد لله يا رب، هذه حبتي بموضي ولدها. عمتي انت تعرفين ولدك اكثر وحده فينا، ما يحتاج احنا نتكلم عنه. الحين تستبون نبي نتدارك الموضوع قبل لا ينقلب علينا. استقصد جاسم لازم يروح لابوه ويحب راسه ويتسامح منه. لا انا لازم اسمع اول كل اللي صار من جاسم. عمتي ليش انت مصدقتنا؟ ومنو قال لكم اني انا مو مصدقتكم؟ انا قعدت وياكم وسمعت حكيكم، بس للحين ما سمعت حكي جاسم. هو وين الحين؟ يبا طلع من الشركه للحين ما وصل. خلاص الحين هو على وصول. عمتي ارجوك حاولي تقدرين الموقف وتساعدينا. مو قبل ما اسمع الموضوع من جاسم. قوم قوم سعود قوم. عمتي يبا ابيها عدتني اي شيء عندها. صدق عمتي؟ والله لو ما كنت عدتكم شيء عندي كان ما اعطيتكم اغلى ما عندي اللي هما بناتي. عيل خلاص. نروح الحين ونمرك الليلة. حياكم الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بعد عيني يا جسوم تعاونوا عليك عيال سويرة. يا وين؟ السلام عليكم. سلام. عليك صوت؟ ايوه. عدنا فاطمة. ايوه مو قلت بتنسى؟ شنو هذا؟ انت ايش بطريق اقول لك؟ شايف؟ انت بطريق اقول لك حرك زين. حرك حرك ما جا السالفه عندي حرك. كل هذا يصير وانا ما ادري؟ كل هذا مو مهم. اي شنو المهم؟ المهم اذا ظل ابوك خلافه مع جاسم ومعاكم كلنا بنروح فيها. قصدك؟ قصدي انا سالم بيقفض من الباب، وانت بعد قص له ايدك من اي فلس. واحنا شكو؟ شنو شكو؟ ابوك ما يرحم، ابوك عقابه جماعي. انا بروح بيتنا وقع امي وجسوم. شو تقول هذه؟ تقنعين امك في السوق. يبا انا وسالم عايزنا نقنع امك، امك ما راضيه تقتنع، ما راضيه تقتنع. انت وسالم غير وانا غير، مالك شغل فيهم، خلهم عليك. Thank you.
الفلوس اللي فرقت بيني وبينك يا موضي. أقول سالم؟ الأسبوع اللي ترى بداوا بالمدرسة؟ لا خوش. شنو اللي زين خوش؟ مو قلت بتجيب طباخ؟ أنا قلت بجيب طباخ؟ إيه يا معصبت علي ذاك اليوم؟ ذاك اليوم غير والحين غير. وش اللي تغير؟ اللي تغير ذاك اليوم كنت موظف محترم شركة كبيرة. ليش؟ أبوي يطردك؟ على وشك. ليش سويت؟ ما سويت شيء. سالم ولي يرحم والديك ترى مالي خلق الغشمرة، تحكي أقول سويت؟ سمعيني زين. طباخ ماكو. وإذا من تقدر تشغل المطبخ تهدين دوامك وتشوفين بيتك أحسن لك. الحمد لله. ايش رايك؟ ما ادري راسي عورني دايخ. زين قوم خلنا نمشي هذه دوريه تطيح على عيني اصرف لنا شيء. قوم 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 صرف على عيني. قوم امشي. ما اقدر ما اقدر ما له خلق ما اشوف فيه حاسس بدوخه ما له خلق. زين خليك انت روح روح شويك. انا ما له خلق بس وين رايح؟ تعال اروح رهيب هاي بشي وين تعال. الحين الحمد لله احسن شوي. يما يمكن مرض ناصر تاخر سالفه خطبتي. شنو؟ اي مو المدرسه ما باجي عليها شيء، اخاف تخترب السالفه وارد المدرسه مره ثانيه. انت صدق ما عندك سالفه، انت صدق فاضيه، اخوك عظامه مكسره وتبيني احاكي سالفه خطبه وزواج؟ يعني تبيني ادام بالمدرسه علشان ناصر مكسر؟ اوه انا اللي ما عندي سالفه واقفه احاكيك، ما انا مداومه زين؟ مو لازم عيوني، انتي من تحسن مني. هلا رضوى. هلا شلونك؟ خير الله يسلمك. باكير بلوني بالجامعة. الف مبروك. اي وين الوالدة؟ ام الفرن. حبيب قاعدة فوق للحين. ما ادري تبين انادي لك اياها؟ لا خليك انتي انا ناديها. لا يا مراد. شنو لا؟ كل الدموع هذه تقولي لي لا؟ رأيك ما قال لك؟ عن جاسم وناصر؟ ايه. هي بس هذا ما يخليش تبكي. بيقضون على اخوك يا مريم. يما جاسم قليل ادب، انت نسيت انه طول لسانه عليك وعلي؟ لا، ابوك هو السبب، هو اللي وصل جاسم لهالشيء. موضي ما راح ترتاح الا لما تينن جاسم. جاسم ينن فريج. جاسم بعد ياهل يا يمه، كلمه توديه وكلمه تجيبه. زين وين في الحين؟ طارت. هذا هو، كل ما سوى مشكله طلع من البيت وما يبي احد يحاكي. لا لا تقولين كذي، انا هالمره حاسه ان ولدي فعلا مظلوم. مظلوم ولا مو مظلوم؟ ما يصير يهد كل اللي بنيناه، يوم بدا يقرب من ابوي وياخذ مكانه بالشركه يسوي كذي؟ ليتنا ما فتحنا الباب لا لبوك ولا الموضي، كان ارتحنا من بلاويهم يا مريوم. ما شوفي هذيل اهلنا، رضينا ولا ما رضينا طول عمرنا بنكون كذي. ايش عندكم؟ ما عندنا شيء، روحي سوي شاي واحنا نازلين الحين. ان شاء الله. يلا يما قومي قومي. يلا الله يدخلك ولا شيء. ايش عليك؟ ايش عليك يما؟ فضالك المكتب لا ناصر ولا جاسم. الله يا رب. خير
شوف الورقة هذه. شيها؟ مو مسجلة ولا ملف. شدرى؟ شلون جراني؟ كل الملفات تمر علي أنا. يمكن الفترة اللي أنت خايف فيها. بهالتاريخ أنا كنت موجود. يمكن على ما وردوها أخذت وقت. تدري شلون؟ دور ملفات الأيام اللي كنت خايف فيها. ندور ليش لا؟ سالم اسمعني زين، احنا لازم نستقل انشغال ابو ناصر بمشاكله، والمشاكل اللي قاعد يمر فيها مشاكل جايده، لازم نستقل هالشيء ونعبر اللي نجي نعبره. شلون؟ شوف ابو ناصر معروف عنه انه انسان ذكي، ومن الصعب ان احد يقص عليه، لكن الرجل مهما كان ذكي بس ينشغل بمشاكل مخه ينشق وياه، وتقدر تنتهز الفرصة وتمشي على أي شيء وتطوف عليه كل شيء. شنو بالك؟ أنا العين ما أدري، لكن معتمد عليك اعتماد كلي. علي أنا؟ طبعاً، أنت الوحيد اللي يعرف المبالغ الداخلة والطالعة من الشركة. إيه، الحين فهمت. لقيت الفاتورة؟ خلك من الفاتورة الحين واسمعني. قول. المجمع الجديد اللي قاعد ينبني الحين قاعدين نصرف له 6000 دينار اسبوعيا. اذا قدرت تغير المبلغ تطلع انا خوش هبره. لو سمحت عيد الكلام مع توضيح اكثر. اوضح لك. الو مريم، انت عند امي وليش ما تقولون حصه هي بشهر مبشرك فيها؟ ما ادري تصرفي انتي كيفك، احنا ما عندنا احد يجيبك، تصرفي انت تعالي بروحك. يلا مع السلامه. ايش فيها الحين؟ تخترع؟ هي مخترعه خاصه. ما عليك منها يما، ترى مريم ما تحب تبالغ. كان انت رديتي على التليفون؟ لا اله الا الله، بس عاد. ما ادري ايش فيكم اليوم صايرين جبارت. انت اللي غالب ثلج. مريم لولوة بس عاد يكفي مو اكثر. الو هلا حصه. اي قاعدين. ايش اللي ردك؟ حصه هذا رايلك، بروحش تاخذي الرايه. ما لي داعي تتصل فينا كل شوي. يلا مع السلامه. اقول لك تافهه تقول ايش فيك عليها؟ ايش فيها بعد؟ تقول تبي تدق على ريلها تاخذ رايه؟ اي ما قالت شيء غلط، بس انت مريم اليوم ما انت معصبه. والله يا بنيتي اليوم كلنا معصبين، اخو جاسم للحين ما رد. الله يطوف هاليوم على خير. حبيبي ابو ناصر وهو بهالحاله يوقع على كل شيء. مسعود اخاف متوهق ونتورط. الو حصل الفيزين لا طلعت مريت. شو عليها؟ خليها تولي، المهم نتورط ولا لا؟ المهم سوي الأوراق وخلني أحاول فيهم، المهم إنك تأمن كل شيء من عندك. أنا راح أسوي الأوراق أتوبكم لك تماما، بس أنا خاف إن أبو ناصر ما يوقعهم ونتورط فيهم بعدين شي يردهم مثل الأول. لا تخاف، أخلطهم مع كم ورقة مضبوطة. صح اليوم يجهزون؟ لا 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 اليوم ما اقدر، باكر قبل نهايه دوام الصبح كل شيء يكون جاهز. حسافة اليوم عاد بالذات نفسيه ابو ناصر رايحه فيها. يمكن مني لباكر يصير شيء ثاني. شو اكثر من اللي صار؟ المهم خلنا نخليك الحين تشتغل يمكن تخلص. ابتدي؟ ابتدي. Thank you.
الله يف... هي ما جاسم مايا؟ مايا مايا ايش فيكم؟ ما فينا شيء قاعدين. شلونش مريم؟ شلون كنتي مع عائلتك؟ الحمد لله. مرة تلقينا زين ومرة تلقينا شخص ثاني كلش وكله معصب ما ادري ايش فيه. من ما عملتش زينة معه؟ اي فري مخها. لولو على طاري الدراسة ايش سويتي بقبولك؟ بلوني بالهندسة. لا مبروك. يعني بعد شو ما نقولش باش مهندسة. الله يسمع منك. والله انتوا فاضيين. ورايحين هنا. ايش تبيني؟ تبيني اقعد هني وطالعتهم؟ بروح اطلع السكة يمكن اشوف سيارته. لا اذا هو وصل اكيد بدش البيت. شو قاعدة بالسكة؟ ما اقعد هني المهم اطلع يمكن اشوف اخوكم. قومي لولو قومي لحقيها شو فيها؟ مع رايلك. يعني ايش تبين اسوي له؟ لا تعطينا وي الريال كله شعنتي اكبرك. هاي مايا ماكو احد اخوكم مايا لازم. الو اي نعم مستشفى جاسم ايش فيه؟ هاي مستشفى. زين زين في ولدي جاسم. جاسم سوى حادث وفي المستشفى. يوم ولدي جاسم. عظم الله اجرك. منو؟ جاسم. ولدي جاسم؟ Yeah.
هلا ابو ناصر. اهلا. حطي الغداء حق العيال. ليش؟ وانت؟ انا اذا قعدت العصر اكل اي شيء. عظم الله اجرك يا عمودي. اجرنا واجرك يا سالم. يما حتى انا ما اشتهي اكل. كيفك يما؟ على هواك. موضي خير، حطينا قاعدة إن شاء الله. الحين نشوف لكم. صدق يا سعود، ما هديت بناصر ضعيف كذي. ولد ما خالف أسألنا، توقعت يكون أقوى من كذي وايد. صدق، من عرفت ابو ناصر اول مره اشوفه على هالحال. مسكين كاسر خاطرك يعني؟ مو وايد. يوم يتزوج موضي انا بكيت اكثر منه. سلم. وبعدين خلاص يبقى سكتنا. يا ناصر، انت شبيك باللي صار؟ هذا قضاء الله وقدره. انا وعدك يا ايوب اني اتغير واصير لك السند في كل شيء. الله يطرح فيك البركة يا بني. الله يطرح فيك البركة. سامحني، سامحني يا ابوي، سامحني. ناصر لا تبكي، لا تبكي، وانا ابوك خليك ريال.